خوتي خواتاتي السلام عليكم مرحبا بكم جميعا كنتمنى تكونوا على خير وبخير تحيه الأحرار في المغرب تحيه للاحرار خارج المغرب تحيه للمقموعين تحيه للمظلومين تحيه للمخطوفين تحيه للجميع تحيه لجميع الناس اللي كيخليو تعليقات جميله تحيه للناس اللي كيخليو تعليقات تنتقدنا يعني هذا هو فضاء الحريه والديمقراطيه لان الديمقراطيه بدون انتقاد او بدون معارضة فلا تعتبر ديمقراطيه لان اساس الديمقراطيه هي المعارضه اساس الديمقراطيه هي تنتقدني وخصوصاً ناخذها بروح رياضيه الديكتاتوريه هي اللي كتبغي تطبال كتبغي تن... اذا انتقدك شي واحد كتصيفطوا للحبس ولا تهم كاذبه ولكن الديمقراطيه العكس الديمقراطيه العكس خصك تقبل الانتقاد خصك تقبل... الاخر خصك تقبل الافكار الاخرى كيف ما بغات تكون تكون انت معاها ولا تكون ضدها ولكن خصك تعيش معاها خصك تناقشها خصك مثلا تلقى حلول لان لان اللي جميل في الانتقاد وهو انه تيوريك وجهك في المرايه شتي الناس اللي كينتقدوك راه تيوريك وجهك كيوريو لك وجهك في المرايه ماشي الناس اللي كيطبلوا كي لك الناس اللي كيطبلوا كي لك راه غير غيصيفطوك للهويه لان الناس اللي كيطبلوا كي كيطبلوا كي لانهم يستفيدون يعني الاغلبيه يعني من الناس اللي كيطبلوا كي آه عن علم او عن غير علم يعني فهما يعني كاين واحد مجموعه من الناس اللي كيطبلوا كي اللي هما المسؤولين وكذا لانهم يستفيدون من التطبيل ولكن ديك الطبقات الشعبيه اللي كطبل هذيك غير واعيه على اشنو هو التطبيل يعني ما فاهمينش حتى اشنو ضاير يعني غير كيطبلوا كي صافي اا آه الى 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 سمعتم مؤخرا الضجه اللي دار عبد اللطيف الجواهري ديال البنك المغرب يعني خلق واحد الشوشره داخل الطبقات السياسيه في المغرب اللي عارفه راسها، نورمالمون ما خصهمش ما كانش عليهم يخرجوا مثلا وينتقدوا الجواهري، كان عليهم ينتقدوا نفسهم، كان عليهم يشوفوا الاخطاء اللي كيرتكبوها وش من هادشي كله انا يعني كنهضر بحال مثلا راه عندنا ديمقراطيه، ولكن في الحقيقه حنا ما عندناش ديمقراطيه. يعني الـ يعني الـ تقريبا هذا الشيء اللي دار الجواهري راه ماشي باري، يعني بغاو يخلقوا اشنو كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوهات، ان يعني دائما يعني كنحاولوا يعني هاد, هاد الاحزاب هي يعني علاش مديوره في المغرب؟ هاد الاحزاب مديوره باش كتاخذ الضربه، اوكي؟ باش دائما مثلا اي حاجه خايبه كلصقوا الاحزاب. اوكي دابا الجواهري من اللي قال مابقاوش كيثيقوا في يعني من اللي خرج يعني شكون عالم كيهضر كيهضر على الاحزاب يعني بغى بغى يبعد المؤسسه الملكيه من هاد من هذه المشاكل باش يقول الناس راهم ما بقاوش كيثيقوا في الاحزاب ولكن الناس ما بقاوش كيثيقوا في النظام بكامله راه ماشي غير الاحزاب الاحزاب راه غير واحد الحيط صور دايرينو باش كنمسحوا فيه الاخطاء ديالنا ولكن اللي كيرتكب الاخطاء راه هي المؤسسه الملكيه يعني ما نلقاوش يعني نضحكوا على راسنا فهمتي ونخبيو ونقولوا لا و... نو و... و... الاشياء وضحات يعني لمده 20 سنه يعني وخاصه مع الموجه ديال آ... وسائل الت... يعني آ... آ... وسائل التواصل الاجتماعي يعني فضحات المسائل بزاف الناس بداو تيفهموا الناس بداو كي يعني بداو تيلقاو مثلا بداو تيتوصلوا بوحدهم يعني للمشاكل الحقيقيه في المغرب، شكون هو اللي كيرتكب الاخطاء الحقيقيه في المغرب؟ شكون هو اللي مخلي مثلا المغرب يعيش في هذه الازمات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه؟ الناس بدات كتفهم يعني ما يعني الناس راه يعني كان ايام الجورنال ولا الراديو ولا كذا، نو دابا الانسان كيمشي مثلا الفيسبوك ولا كيمشي اليوتيوب ولا كيمشي لتويتر وكيجيب الخبر وكيكون الخبر صحيح وتيجيب الحقيقه وتيجي يعني ما يعني يعني كيف ما كنشوف مثلا في الدول الديمقراطيه الدول الديمقراطيه بدات كتعايش مع وسائل التواصل الاجتماعي ولكن في الدول الديكتاتوريه مازال تي يعني تيقزموا تي الدور ديال وسائل التواصل الاجتماعي رغم ان وسائل التواصل الاجتماعي عندها واحد الدور كبير داخل المجتمع داخل السياسات المحليه داخل المشاكل المحليه ولكن حنا في المغرب مازال عندنا ماشي غير المغرب جميع الدول الديكتاتوريه كيطبقوا هذه القضيه يعني تيحاولوا يقزموا وسائل التواصل الاجتماعي تيحاولوا يقزموا الاصوات يعني البعيده عن السياسه والبعيده عن الوسط الحزبي ولا الوسط مثلا السياسي اصوات حره ناس كيخرجوا تيهضروا ويعبروا على الواقع ديالهم يعني تيفضحوا الواقع ولكن في المغرب راه ما يحتاجش كانسان مغربي عايش في المغرب راه ما غاديش تحتاج شي واحد يجي يفضحك الواقع لانك انت عايش في ذاك الواقع وعارف اشنو كاين ذاك الواقع غير المشكل اللي كاين ال... عند الشعب المغربي وهو انه بدا يت... يعني يعني لمده آ... لكثره انتشار الفساد ان الانسان الموا... ولا المواطن المغربي يعني تعايش مع الفساد ولا تيبان ليه داك الفساد راه عادي كتبان ليه السرقه عاديه كتبان ليه الرشوه عاديه علاش لانه بدا كيتعايش ولكن ملي كتخرج من المغرب عاد كيبقى تيبان لك كتبان لك مثلا ديك ديك المصيبه اللي كاين في اللي كان في المغرب فوالا هادشي وهاد القضيه دي ديال ديال عبد اللطيف الجواهري زعما راه يعني هي كتخدم كتخدم النظام ما كتخدمش يعني الشعب ولا سميتو لأنه هو دابا وجه لهم الاحزاب فهمتي الاحزاب ما كتيقش فينا كدا اشنو تيقول هنا في الفيديو انتما غادي تسمعوا شنو تيقول هنا في الفيديو راه قال لهم الناس مابقاوش كيثيقوا فينا مابقاوش كيثيقوا في الاحزاب ولكن هنا راه غير يعني حاولوا يتفهموا اللعبه من هذه لان دائما تنقول لكم اي حاجه خايبه اي حاجه كتوقع في المغرب خيبة خايبه كنلصقوا الاحزاب وكنلصقوا السياسيين وكنلصقوا الحكومه وكنلصقوا رئيس الحكومه ولكن ملي كتجي شي حاجه زوينه شكون اللي دارها دارها مول المضله دائما مولا كيدير كل شيء زوين ولكن الاحزاب يعني هما المصائب وهم المشاكل وهما كل ولكن شكون المسؤول الاول في المغرب؟ شكون المسؤول على الاحزاب؟ شكون المسؤول على على السياسات الداخليه في المغرب؟ راه ما مثلا ديك اللعبه ديال نغطي بالغربه، راه ما بقاتش كتغطى يعني تعيا ما تغطي راه بانت القضيه، اوكي؟ فوالا نمشيو <applause> وهنا مثلا باش يحاولوا مثلا يصدروا المشاكل السياسيه اللي كيعيشها المواطن المغربي يوميا غادي يشدوا ديك المشاكل كلها وغادي يصدروها دابا غتدخل في صراع ما بين مثلا ما قاله الجواهري والمؤسسات الحزبيه والاحزاب وكذا 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 وهنا الاحزاب كلهم خرجوا وهو بما آه يعني الشيء اللي خرج به الجواهري ولكن الجواري بالحقيقة ما ما في الحقيقه راه ما قال والو راه زعما داكشي اللي قال راه كاين ولكن رغم انه راه ما تيخدمش مثلا الشعب المغربي ولكن فعلا راه قال شي حاجه راه داكشي راه اللي كاين راه الشعب المغربي مابقاش كيثق في الاحزاب الشعب المغربي مابقا كيثق حتى شي مسؤول في المغرب ومن حقهم الشعب المغربي من حقهم يبقى يثق حتى في شي واحد لان هاد المسؤولين كلهم لمده 30 سنه ولا 40 سنه اللي فاتت اشنو داروا للمغرب خدموا المصالح ديالهم نتاعشوا يعني نعشوا الاقتصاد لصالحهم ولكن الشعب غادي يبقى مثلا في التوش يعني تسنى نوبتك فوقاش هاد النوبه ديالو اللي عمرها غادي تجي وغيجوا مسؤولين اخرين غيجوا مسؤولين اخرين غيطبقوا نفس الطريقه اللي طبقوها المسؤولين القدام وغادي يبقى داك الشيء غادي هو هو وما عمر حاجه ما غادي تبدل الا في حالات الى مناض الشعب المغربي يعني وقام بواحد الانتفاضه لتغيير الاوضاع راه في ظل هذه الاوضاع اللي كاينه دابا راه ما يمكنش شي, شي حزب غادي يغير شي حاجه ولا شي مسؤول غادي يغير شي حاجه كيف ما قلت لكم يعني كيف ما قال المرحوم الجامعي ان الاحزاب وهذا البرلمان يعني هما كلينكس يعني كلينكس باش النظام تيمسح مثلا القادورات ديالو هذا هو هذا هو الدور ديال الاحزاب وهذا هو الدور ديال الحكومه في المغرب هنا تيقول سيدي حزب التجمع الوطني الاحرار المغاربه كلهم كيعرفوا شكون هو حزب التجمع الوطني الاحرار اللي ما دار والو في المغرب اللي 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 كلهم يعني الاعضاء ديال حزب التجمع الوطني الاحرار كلهم شفاره كلهم ولاد حرام كلهم اغتنوا على ظهر الشعب وكلهم اغتانو عن طريق الضرائب ديال الشعب ورزق الشعب يعني هذه القضيه راه باينه يعني اي مواطن مغربي مثلا يمشي يشوف مثلا شي واحد من حزب الاحرار وشوفوا مثلا اشنو قدم مثلا المنطقه اللي فيها ولا شنو قدم مثلا الحومه اللي فيها لم يقدموا شيئا لم يقدم حزب تجمع الوطني الاحرار لم يقدم شيئا في حياته حزب تجمع الوطني الاحرار هو حزب يعني تابع القصر من من صميم القصر وكاع الناس اللي منتمين له كلهم مطبرين كلهم يعني الطباله والغياطه كل شيء البنادر وهذا هو الحزب يعني وتخدير الشعب هذا هو الدور ديالهم قال لك سيدي اعلن حزب التجمع الوطني الاحرار للراي العام عن استغرابه من سياق ما اعتبره التصريحات الغريبه عن مؤسسه بنك المغرب ومجال تدخله علاش حنا غندخلوا مثلا الجواري انه يعني رئيس مؤسسه انه رئيس يعني الجواري قبل ما يكون رئيس مؤسسه راه مواطن واي مواطن في المغرب عنده الحق يعبر على رايه اي مواطن في المغرب عنده الحق ياك هذه الديمقراطيه ياك الديمقراطيه كتعطيك حريه التعبير ياك لم يؤذي احدا ياك غير انتقد الاحزاب علاش مثلا غادي نوضوا ننتقدوا أه وذلك على اثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفيه الاخيره البعيده كل البعد عن مهام مؤسسه بنك المغرب وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه وينأبه عن الخوض في القضايا السياسيه. أه كما اعلن في بلاغ صادر عن أه شجبه لهذه التصريحات المسيئه للاحزاب السياسيه وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر المؤطر دستوريا. واش حنا في المغرب عندنا شي دستور؟ واش الدستور المغربي يعني عنده شي دور في المغرب وتنديده بهذا الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسه العريقه واعتبر الحزب ان لهذه التصريحات تاثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقه في الاحزاب السياسيه وتقويه العزوف الانتخابي وتداعياته السلبيه على الاستحقاقات الانتخابيه المقبله اش من استحقاقات اش من استحقاقات يعني شكون اللي غيمشي ينتخب عليكم شكون اللي غيمشي انت تا... ش... يعني شتي المغاربه يمشي ينتخبوا اللي ما ينتخبوش رئيس الحكومه راه معروف راه حطوه قبل قبل الانتخابات والناس اللي غينجحوا راه متحطوا قبل الانتخابات يعني ديك التجربه اللي كانت في 2011 هذيك كانت يعني خاصه يعني فهمتي المغرب بغى يعطي واحد الصوره للخارج ولا عندنا انتخابات حره ولكن هذه الانتخابات اللي سوف لن تكون حره، تكون من يعني جميع المنتخبين سيكون من اختيار وزاره الداخليه والمخابرات، البرلمان مت... ستختاره المخابرات وزاره الداخليه، يعني بلا ما نبقاو يعني مغن... هذه غنقول لكم انا ما تسمعوش مني ولكن غادي تشوفوا مثلا النتائج ديال الانتخابات أه... واعتبر الحزب ان لهذه التصريحه تاثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقه في الاحزاب السياسيه وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لا سيما القضايا ذات الطبيعة السياسية ودا حزب الأحرار إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتي على اداء مهامه كامله وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد ارجع في ندوه الثلاثاء الماضي اسباب العزوف السياسي الى غياب الثقه بين المواطن المغربي والاحزاب السياسيه مضيفا العزوف راه بين بين الناس ما بقاش ما في الاحزاب ولا هذا الباقور والزعتر حقيقه يعني هذا الشيء راه يعني احنا في المغرب نورمالمون راكم غير كتضيع الا بغيتو مثلا تخليو هذا النظام راكم غير كتضيعوا الفلوس على الانتخابات والبرلمان والليسانس والسيارات وداك التخرب يعني كتضيعوا الميزانيه ديال الشعب كتضيعوا الضرائب ديال الشعب عارفين شكون كيحكم المغرب ما اللي ك... كيحكم المغرب هو الحزب ديال القصر علاش مازال جايبين احزاب وانتخابات وكذا ونوش يعني التمثيليه يعني يعني فيلم قدام يعني فيلم ولا بيض والكحل ما بقى حتى واحد كيشوفو ما بقى حتى واحد كي عجب. مابقاش كيعجب فهمتي مابقاش كيعجب فوالا هذا هو الواقع ديال أه ديال الاوضاع الحاليه في المغرب الاخوه الاخوات كنتمنى يعجبكم الموضوع ما تنساوش تخليو تعليقات تنتقد لا بغيتي تنتقد أه المهم هو انك يعني تشارك لان المشاركه هي كل شيء أه وهذا هو المشكل عندنا في المغرب لان أه بكثره يعني السلبيه اصبح الشعب المغربي سلبي يعني الشعب كله اصبح سلبي يعني ما بقاش ما بقاش واحد التجاوب ايجابي مع الاوضاع ولا مع مثلا الافكار اللي كدور نو no, كلشي كل شيء ولا سلبي كل شيء ولا تيرجع اللور كل شيء ولا تيقول هنيني هنيك، كل شيء ولا تيقول خليها وانا ما فهمتي ولكن ولكن حتى لين غنبقاو مثلا تنعيشوا مثلا هاد, الطريقه يعني العشوائيه في التفكير يعني حاولوا نفيقوا فيقوا فيقوا فوالا فيقو. كنتمنى هاد الشيء كافي وتبارك الله عليكم والى اللقاء